السلام عليكم. في 29 من مايو عام 2011 قامت قوات نظام المخلوع علي عبد الله صالح باقتحام ساحة الحرية تعز وإحراق الساحة التي كانت تحوي شباباً معتصمين مدنيين وعزل. كان ذلك في منتصف الليل، حيث تعمدت السلطة إطفاء الكهرباء تمهيداً للاقتحام. لم تظهر بعد ذلك الأضواء إلا ذلك اللهب المتصاعد من الحرائق، جريمة ممنهجة تم التخطيط لها بمشاركة قوات من الأمن والحرس الجمهوري بقيادة الثلاثي قيران والعوبلي وجبران الحاشدي. تم فيها استخدام وسائل القمع والقتل والترهيب كافة. تلك الجرائم التي عجلت من بلورة مشروع مسلح للدفاع عن الخيارات الوطنية المدنية وحق تعز في الحرية والخلاص من الاستبداد والانقلاب والتوريث والإمامة في المدينة التي عاقبت الاستبداد بالحرية والثورة والمقاومة، ويتم معاقبتها حتى الآن بجرائم لا أخلاقية من المحرقة إلى الحصار. ونحن في الذكرى الخامسة لمحرقة ساحة الحرية نحاول الإسهام في حفظ الذاكرة للأجيال لكي لا تتكرر المأساة والانتهاكات بحق المدنيين. تعز تعيش لحظات التحول والمكابدات التي تخوضها من قبل النظام ذاته، متحالفا هذه المرة مع ميليشيا الحوثي. وهنا تطرح الذاكرة الشعبية أسئلتها في الذكرى الخامسة: ما أهمية توثيق الانتهاكات بحق المعتصمين في محرقة ساحة الحرية وضرورة حفظ الذاكرة؟ وماذا عن حق أهالي الضحايا في العدالة الانتقالية التي لا تسقط بالتقادم؟ وهل نستطيع القول إن تعز تعيش مخاض التحولات من المحرقة إلى الحصار ومن الثورة السلمية إلى المقاومة؟ كل ذلك نناقش في المساء اليمني لهذا اليوم، فكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. في ليلة 29 من مايو 2011 المخلوع يوجه قواته لسحق الشباب المعتصمين في ساحة الحرية بتعز. كانت معركة غير متكافئة بين شباب عزل شعاره السلمية وبين قوات وبلاطجة نظام صالح. 13 شهيدا و100 جريح سقطوا برصاص قوات النظام في تلك الليلة. مئات الخيام وعدد من السيارات والمنازل ومنشآت طبية وإعلامية أحرقت ودمرت، وانفضت الساحة من كل شيء إلا ما خلفته الحرائق. وثقت الجريمة ضد 6 من الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لصالح، هي الأمن العام، الأمن المركزي، شرطة النجدة، الحرس الجمهوري، معسكر خالد بن الوليد، بالإضافة إلى البلاطجة. 5 سنوات لم ينصف الضحايا ومرت الجريمة دون عقاب. 5 سنوات لا تزال خلالها أجهزة القتل التابعة للمخلوع صالح تمارس ذات المهام ضد أبناء تعز، فتحصد أرواحهم ومنازلهم، وكان الحصاد مراً. فمن المحرقة إلى القصف والحصار، من ذات القتلة الذين هندسوا لمحرقة ساحة الحرية هذه المرة، جعلوا من تعز هدفاً استراتيجياً لقذائفهم الصاروخية والمدفعية، وأصبحت المدينة ساحة حرب لا تهدأ منذ أكثر من عام. صالح وشريكه الجديد القديم قرر هذه المرة توسيع مساحة الاجتياح، فاجتاحت قواتهما بلداً لكنها انكسرت على مشارف مدينة تعز بمحاولة عاثرة لاستعادة ملك تهاوى ومجد يقوم على قوت الجياع. وجد أبناء تعز أنفسهم كغيرهم أمام مشروع دموي تعمد عقاب المدينة، فكان خيار المقاومة هو طريق السلام المنشود. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع الأستاذة أسماء العمراني، الكاتبة والناشطة الحقوقية. مساء الخير أستاذة أسماء. أهلا بك أستاذة أسماء. قبل أن نبدأ حوارنا معك، فقط نبدأ بالأستاذة حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية أيضا عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذة حياة. لا بأس، إذا نعود إليك أستاذة أسماء. بداية لو تحدثنا عن 5 سنوات مرت على إحراق ساحة الحرية، برأيك ما أهمية هذه الذكرى في حفظ الذاكرة الشعبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لحفظ الذاكرة لهذه الظاهرة أو لهذه المحرقة التي حصلت في عام 2011 29 مايو، مهم جدا، بحيث أن الحقوق أخذت والأرواح سلبت وأهدرت دماؤها ولم تؤخذ حقوقها، ولن تؤخذ حقوقها إلا بحفظها في الذاكرة. طيب لو عدنا قليلا إلى قصة المحرقة، برأيك هل الوقائع تؤكد أنها كانت جريمة مخططة وممنهجة؟ أكيد، هي من خلال ما تم أو ما حصل
قبل المحرقة يتم يعني يدل على أنها مخططة ومدبرة ويعني متكتكة تكتيكا. ما الذي حدث قبل المحرقة؟ الذي حدث هو الخلاف الذي الاعتقالات التي حصلت لشباب الساحة عندما أراد يعني رجال الأمن أن يقتحموا الساحة فاعتقلوا جزءا من شباب الساحة، فخرجوا الشباب يعني يتظاهرون أمام المديرية يعني يريدون الإفراج عن الشباب الذين اعتقلوهم، فبدأت المعاركات وبدأت يعني المهاترات وبدأ ضرب الرصاص، وكانوا يعني يحاولون أن يقتحموا الساحة ولم يستطيعوا لأن أمامهم شباب يعني جبال سبحان الله، أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة من الثبات. فبعد ذلك يعني إطفاء الكهرباء إلى الساعة السادسة، إطفاء الكهرباء هذا أيضا يدل على أنه مؤشر قوي على أنه يدل على أن العملية مدبرة، ثم بعد ذلك الاقتحام القوي الذي ساد الساحة. نعم تفضلي واسر. من إحراق ومن يعني قتل ومن سرقة ونهب واعتداء وأشياء كنت كثيرة. كنت موجودة في الساحة؟ لم أكن أنا موجودة، ولكن الذي يعني ما وصلني من شاهد عيان. نعم ما الذي حدث؟ يعني استعيدي معنا ذكريات تلك. الذي حدث هو أنهم عندما اختلفوا مع شباب الساحة في العصر تقريبا وجلس الخلاف بينهم إلى الساعة السادسة بين من ومن؟ بين رجال الأمن وبين شباب الساحة، ثم بعد ذلك عند انطفاء الكهرباء وأرادوا أيضا اقتحام الساحة يعني لم يستطيعوا أن يدخلوها بسبب ثبات شباب الساحة، ثم يعني جلسوا في مهاترات ورصاص قوي ويعني وإسدال قنابل غازية سامة على شباب الساحة مما أثر عليهم، ثم بعد ذلك هدوء نسبي من الساعة 11 وأوهموا رجال الأمن شباب الساحة بأنهم معهم وأنهم يريدون فعلا الأهداف التي خرجوا من أجلها، وهذه هذا الهدوء النسبي هو كان بالنسبة لهم كالمدد، بحيث أن يأتي المدد من جبران الحاشدي والعوبلي. ثم بعد ذلك بدأت الاقتحامات بالقوة، المطر الغزير من الرصاص الحي والقنابل السامة والاعتداءات وإحراق جزء يعني شباب الساحة حاولوا أن يقاوموا ويقاوموا إلا أنهم لم يستطيعوا أمام ما كان معهم من مدد. عندما أحرقوا الساحة تم إحراقها تماما، انتقلوا إلى مستشفى الصفوة ونهبوا ما فيه، ثم انتقلوا إلى الدور الثاني من مستشفى الصفوة وسحبوا المغذيات من المرضى واقتحموا غرفة العمليات، يعني لم انتهكوا حرمات كبيرة. لماذا ذهبوا للمستشفى؟ لأنه كان من يستقبل الجرحى وممن يعين شباب الساحة وممن يعني يعتبر كذا من باب التضييق عليهم حتى لا يذهبوا إليه. نعم هذا يعني شيء مؤكد يعني، وسلبوا أجهزته وأيضا انتقلوا إلى المستشفى الميداني الذي كان يعتبر هو نعم. في جامع. عند هذه النقطة سأعود إليك أستاذة أسماء، ولكن تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذة حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية من تعز. مساء الخير أستاذة حياة. مرحبا. مساء الأنوار. معك آسيا ثابت في المساء اليمني. أستاذة حياة، ما أهمية برأيك إحياء ذكرى محرقة ساحة تعز خاصة وتعز تمر بهذه الظروف؟ نعم، محرقة تعز في حقيقة الأمر هي مأساة لن تنساها مدينة تعز بل لن ينساها الشعب اليمني بأسره. أرادت عصابة النخلوع علي صالح بأن تطفئ طريق هذه المدينة في 2011، أن تطفئ الثورة، أن تخنق الوحدة، أن تخنق كل مبادئ الجمهورية، ولكن تعز أبت إلا أن تكون رقما صعب في الثورة وفي المقاومة وفي التضحية وفي الشهداء وفي كل شيء قدمته هذه المدينة. علي عبد الله صالح وزبانيته وكذلك ميليشيات الحوثي لا زالت ترتكب كثير من المحارق في عموم الجمهورية اليمنية. نحن في هذه المدينة سنناضل ولن تقف هذه المدينة عن تقديم البطولات والتضحيات لأجل الجمهورية اليمنية برمتها بل لأجل المنطقة. جرائم الميليشيا لم تسقط بالتقادم، نحن لدينا ملفات جاهزة لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، وسيأتي هذا اليوم الذي نحاكم فيه هذه العصابة التي طغت وبغت وأحرقت قلوب أمهات الشهداء وأحرقت قلوب الجرحى وأحرقت كل ما يمد للحياة في سلاكي هذه المدينة، ولا زالت محارقهم
كما ذكرت مسبقا حتى هذه اللحظه لا زالت القذائف ولا زالت صواريخ الكاتيوشا تتساقط على كل الاحياء السكنيه في مدينه تعز. نعم استاذه حياه، الجريمه التي تمت يعني كما تقول الشواهد انها كانت ممنهجه وتم التخطيط لها، يعني خاصه انها ارتكبت تحت جنح الليل بعد اطفاء الكهرباء، باعتبارك يعني احدى يعني ابناء تعز، هل من ذكريات او محطات او تفاصيل عالقه في ذهنك من تلك الايام؟ نعم لا زلت اتذكر ذلك اليوم ونحن نناشد قوات المخلوع علي عبد الله صالح بان تكف عن ارتكاب هذه المجازر في ساحه الحريه، لا زلت اتذكر تكبيرات الشباب بساحه الحريه وهم يناشدون جنود الامن المركزي وبعدم احراق ساحه الحريه، بعدم احتجاز الشباب، بعدم اطلاق النار. لا زلت اتذكر جيدا مستشفى الصفوه حينما دخل جنود علي عبد الله صالح الى مستشفى الصفوه وقاموا بالعبث بذلك المستشفى، بل انهم حتى تجردوا من كل القيم الانسانيه حينما قاموا بنزع الاجهزه حتى عن الجرحى المدنيين. لا زلت اتذكر زوجة الاستاذ انس النهاري والتي كانت تعاني من مرض السرطان وقامت هذه الاصابه القبيحه بنزع كل الاجهزه من عليها في غرفه العنايه. هل تم توثيق مثل هذه نعم هل تم توثيق مثل هذه الجريمه استاذه حياه؟ نزع الاجهزه عن الجرحى؟ نعم. في حقيقة الأمر لا، كانت ميليشيا علي عبد الله صالح كلما رأت كاميرا تقوم باستهداف مباشر لأي كاميرا تقوم بالتصوير، لكن لدينا بعض الفيديوهات ولدينا بعض التصوير الذي يحكي جزء من تفاصيل تلك الجريمة الشنعاء. هذه الإصابة التي أرادت كما ذكرت مسبقا وأد ثورة 11 فبراير، الشهداء الذين سقطوا في ذلك اليوم، منابر مؤلمة للشهداء المعاقين الذين كانوا لا يستطيعون الحركة عندما قامت ميليشيا علي عبد الله صالح بإحراق الخيام، أحرقت تلك الجسد في الخيام بسبب أن هؤلاء معاقين ولا يستطيعون الجري أو النفاذ بجلودهم من تلك العصابة. لازلنا نتذكر كذلك الأبطال المزيفين لهذه الجريمة وهم حمود الصوفي وقيران وضبعان والعوقلي، أسماء لن ينساها هنا المجتمع التعزي، هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المجزرة سنحاكمهم ولن تثبت كما ذكرت مسبقا جرائمهم. أستاذة حياة، طيب يعني الذكرى الخامسة تأتي ولا يزال المجرمون خارج العدالة، وعلى العكس ربما هم الآن من يمارسون الكثير من الجرائم ضد أبناء تعز، هل يعني أن هنالك خذلان للضحايا؟ في حقيقة الأمر نحن أمام عصابة كانت ترتب منهجيتها في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات كذلك المجتمع اليمني بأسره، نحن أمام غرفة عمليات وأمام سلطة خفية كانت خلايا نائمة لا زالت تشتغل حتى اللحظة، نحن أمام مطابخ كان يعدها المخلوع حتى اللحظة بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي، وهذه الجرائم هي امتداد منذ 2011 وحتى اللحظة ولا زالت محارقهم في كل الجمهورية اليمنية. نحن ننظر إلى المآسي في مدينة الحديدة وفي العاصمة صنعاء وفي كل محافظات الجمهورية، نرى مزيد من الدماء تزهق، نرى مزيد من الأرواح تذهب، نرى مزيد من الجرحى من الآلم، كل الشعب اليمني ترتكب لا زالت هذه ميليشيا صالح والحوثي في حقهم محارق، أحرقوا كل شيء في جميل في كل المدن، لكن الشعب اليمني شعب عظيم، شعب جبار، شعب لا يخضع، لا يستكين، لأنه في حقيقة الأمر يعرف ما يريد، الكل يحمل قضية الوطن وقضية الجمهورية وقضية الوحدة، لن يستطيع أحد أن يشق الصف اليمني، وهذه العصابة ستختفي طال الزمن أو قصر، لأن في حقيقة الأمر مشاريعهم السوداوية والظلامية ستنتهي لأنها تعكس قبح نفسياتهم وحبهم للسلطة، يموت الشعب ويظلهم على كرسي السلطة، لذلك الشعب اليمني ليس مغفلا لهذه الدرجة، نحن لدينا كثير من المثقفين والواعيين والأكاديميين، ننظر كذلك إلى مشاورات الكويت، نحيي الحكومة على مواقفها ونأمل منهم الضغط
بأن تجرد هذه الميليشيا وأن تؤرى أمام العالم حتى نعم. يعرف. بحديثك أستاذة حياة عن المشاورات، يعني هل أوضحت لنا يعني ما الوضع الآن في تعز، خاصة يعني وأن هناك يعني إشاعة بأن هناك هدنة لم تعشها تعز إلا سماعا من وسائل الإعلام فقط؟ تعز لا تعيش الهدنة، تعز كل يوم تضرب بكل أنواع الأسلحة، تعز هي مدينة الشهداء، نحن كل يوم نقدم مزيد من الشهداء ومزيد من الجرحى، نحن في وضع إنساني مزري للغاية، سنة كاملة وهذه المدينة تعيش كل أنواع البؤس والشقاء والخوف والجوع والحرمان والألم على مرأة ومسمع من العالم. نحن في مدينة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة وهي شربة الماء النقية التي يتمناها سكان مدينة تعز. نحن أمام معاناة إنسانية، أمام مستشفيات متهالكة، أمام جرحى أخذ لهم الجميع في هذه المدينة. نحن أمام آلام لا تعد ولا تحصى، حتى الإعلام لا يستطيع أن يصور الصورة الحقيقية لمعاناة هذه المدينة. نحن أمام مجاعة وكارثة تهدد هذه المدينة، 60% من سكان هذه المدينة لا يتعاطون سوى وجبة واحدة في اليوم، الفقر أصبح مدقعا. نحن نستغرب من المنظمات الدولية لماذا لا تنظر إلى تعز، لماذا لا تضغط في اتجاه أن تدخل المعونات الإغاثية إلى مدينة تعز. نحن كذلك نستغرب من كثير من السياسيين والحكوميين لماذا هذا الصف نعم يعني الذي صحيح. نحن نحاول إيصال رسالة تعز كلما سنحت لنا الفرصة، يعني نتابع ما يحدث. الهدنة ليس هناك هدنة في مدينة تعز. نعم. الهدنة في مدينة تعز تعني مزيدا من القتل، مزيدا من الدماء، وهذا ما يؤسفنا أستاذة حياة، ألا يعيش ابناء تعز ولو لحظات هادئة قليلة، خاصة وأن هناك مشاورات تجرى في الكويت. شكرا جزيلا لك حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذة أسماء. أستاذة أسماء، كنت تتحدثين عن أنهم بعد أن انتقلوا من مستشفى الصوف، وربما هذا ما أكدته الأستاذة حياة، ذهبوا أيضا إلى المستشفى الميداني. تفضل. المستشفى الميداني وكان عبارة عن مسجد وفيه من المصاحف مسجد، ولكن فعلوه مستشفى ميداني لإغاثة الجرحى وفيه بعض المستلزمات من الأدوية والأشياء الطبية التي يحتاجها الجريح كحالة إسعافية. نعم. اقتحموا هذا المستشفى وسلبوا ما فيه من الأدوية وهددوا الأطباء وسلبوا ما معهم من أجهزة لابتوب وتلفونات، وحتى المصاحف أحرقوها، فلم يجعلوا يعني حرمة للمسجد ولا للمصحف، فكيف لهؤلاء أن لا يأخذ الله سبحانه وتعالى بحقوق جرحى أو ضحايا. طيب أستاذة حياة، يعني هناك شهداء سقطوا وجرحى أصيبوا، ربما لم تتعافى جراحهم حتى اليوم في تلك الليلة، ثم جاءت الحصانة بديل للعدالة الانتقالية، ألا يشكل ذلك إجحاف بحق الضحايا وأهاليهم برأيك؟ بالعكس، يعني أكيد هذا شيء أكيد ومؤكد بأنه الحصانة هذه هي يعني وإن وجدت وإن تمت لكنها لا تمنع بإيش، بأن نطلب مطالب بحقوق هؤلاء الضحايا من الجرحى والقتلى والتي سلبت أرواحهم. لذلك حفظ الذاكرة هنا يكمن أهميتها، وإعادة ذكرى إحياء هذه المحرقة كل سنة، يعني لكي نجدد إحياء المطالب ونطالب كل من يهمه الأمر بأخذ حقوق هؤلاء الضحايا من الجرحى والشهداء. نعم، يعني ربما ظن يعني من حصل على الحصانة بأنه خارج القانون بهذا الشكل، يعني العدالة الانتقالية التي يجب أن تحقق برأيك، هل يمكن لأهالي الشهداء أن يتناسوا جراحهم ولو مرت السنين؟ لا، لن يتناسوا جراحهم، لأن الجرح لا يبرأ إلا بأخذ الحق. نعم. والجرح لا يبرأ إلا بأخذ الدواء، ودواؤهم هو أخذ حقوقهم وتسير العدالة كما يرضاها الله سبحانه وتعالى. طيب برأيك من الذي يفترض أن عليه أن يسعى إلى النضال من أجل معرفة الحقيقة وجبر الضرر لهؤلاء الذين يعني حصلت بهم هذه المأساة؟ والله المفروض الدولة التي تبحث عن الجاني وتمسك به وتحاكمه وتطالب يعني وتطالب بحقوق هؤلاء وتمشي عليه بجميع القوانين، هذا هو الأصل. نعم. والنيابة تأخذ دورها والمحاكم تأخذ دورها وهكذا تأخذ الحقوق. طيب برأيك الآن يعني وفي المشاورات التي تحدث كيف تعلقين عليها في ظل كل هذه الأوضاع؟
والله المشاورات هي أشعر يعني إلى الآن هو ضياع وقت فقط، لم نوجد شيء على أرض الواقع، وخاصة في أهل تعز، يعني من محرقة إلى حصار، وحصار خانق تعاني منه تعز وأبنائها، ويعني حصار لا يرضي الله ولا رسوله كما يقولون. نعم. لكن لم يوجد إلى الآن حل، فقط ضياع وقت. نعم، إذا نأخذ رأي قادة المقاومة الشعبية في تعز. معنا عبد حمود الصغير القيادي بالمقاومة الشعبية. مساء الخير أستاذ عبدو. صلوا العافية، حياكم الله. أهلا بك معنا أستاذ عبدو. في ذكرى محرقة ساحة الحرية وتعز بين المقاومة والحصار، هل شكل إحراق الساحة ربما بداية التفكير في الكفاح المسلح للدفاع عن الخيار المدني لثوار 11 فبراير؟ لا شك أن الخيار الثوار في 11 فبراير وخيارهم اليوم في المقاومة الشعبية هو نتيجة للممارسات التي قام بها المخلوع صالح في 2011، واليوم انضم اليه الميليشيات المجرمه المجوسيه والتي اليوم تحاصر تعز وتحرق تعز وتدمر تعز بنفس الاليه وبنفس العمليه وبنفس الناديه. 29/5 يوم من ايام تعز التي لا يمكن ان ينساها اي مواطن في تعز، لما لهذا اليوم من اثار سلبيه ولما لهذا اليوم ايضا من تاريخ نضالي بطولي لكل من كان موجود في هذا اليوم، سواء من الشباب الذين شجوا او جرحوا او اسرقوا او ايضا تاثروا بالغازات. نعم. 29/5 تمثل فارقه كبيره جدا في حياه اليمنيين وبالذات في تعز. نعم، طيب استاذ عبدو، يعني ما الذي تعني هذه الذكرى في المقاومه تحديدا؟ تعني هذه الذكرى بالنسبة للمقاومة امتداد المقاومين في المقاومين السلميين في 2011. اليوم نحن نستلهم أخطاء أولئك الأبطال العظام في ذلك اليوم، وأولئك المقاومين بالرسالة بأجسادهم العارية وأنفسهم التواقية للحرية وللخلاص من نظام عطاش. نحن اليوم نستمد هذه الذكرى الإصرار والعزيمة والإرادة لدى المقاومين اليوم للتخلص من همجية نازية القرن العشرين. نعم أستاذ عبدو، يعني انخرط العديد من الثوار في المقاومة من أجل أهداف 11 فبراير، برأيك هل ستكون أو سيكون شباب المقاومة هم الرافع الحقيقية لتحقيق هذه الأهداف الآن؟ رفعناها مدوية في 2011 وقلنا أنه لابد من تحقيق أهداف 11 فبراير، وكان عمود تحقيق هذه الأهداف هم الشباب أولئك العظماء. اليوم شبابنا كلهم في ميادين القتال وفي ميادين النزال وميادين الشرف والبطولة ضد هذه العصابة المجرمة، لا شك أنهم سيكونوا الحامي الدرع الواقي لهذه الأهداف، ولن نرضى بغير تحقيق أهداف 11 فبراير. نعم، إذا لو تابعنا جرائم الانقلاب والمخلوع أستاذ عبدو من المحرقة إلى الحصار، برأيك لماذا الحقد يبدو أكثر على تعز أكثر من سواها من المدن؟ هناك حقد دسيم لدى علي عبد الله صالح بشكل رئيسي جدا. نعم. لأن يعني أبناء تعز خرجوا على النظام وأشعلوا 11 فبراير، وكانت أول شهارة انطلقت في تعز. الميليشيات لم تجد أمامها محافظة أو من يقول لهذه الميليشيات كفى ويردع هذه الميليشيات ويقف لها في المرصاد. انطلقوا من صنعاء حتى وصولا إلى عدن في مجموعة من الأطفال، لكن تعز واجهتهم في البداية واجهتهم بالتظاهر السلمي أمام الأمن المركزي. نعم. حتى انخرط معظم أبناء تعز في المقاومة لصد هذا العدوان. تعز يا شعب الضيم، تعز تسكت لكنها تستطيع بقوة وتستفيق بعزيمه واراده لا تلين. قياس على تعز ان ابناء تعز حملوا في طياتهم القلم، وهذا القلم الذي اعتقد انه سبب رئيسي لحمليه هؤلاء الناس على ابناء تعز. تعز اليمن كما قال الشيخ عبد الله بن زيد الاحمر رحمه الله عليه، تعز هي اليمن واليمن هي تعز. نعم أستاذ عبدو، يعني برأيك كيف تحول الخيار السلمي لثوار 11 فبراير إلى كفاح مسلح لتحقيق أهداف الثورة؟
أمام همجية الميليشيات والمخلوع صالح ومن قاموا في تعز بمظاهرة أمام الأمن المركزي يستشهد ما يقارب من 10 إلى 12 شهيد ويجرح العديد من أبناء تعز. رأى ثوار تعز وثوار 11 فبراير أنه الأفضل في الحفاظ على أهداف الثورة على أهداف 11 فبراير في هذا العدوان بكل ما أوتي من قوة، وبالتالي رجعت الأهداف الشخصية يدافعون عن عقيدتهم عن شرفهم عن كرامتهم عن منازلهم ضد هذا العدوان. رأينا في هذا العدوان أنه امتهان لكرامة الإنسان ولحرية الإنسان التي خرجنا في 2011 ندافع عنها. طيب أستاذ عبد الآن، يعني وأنتم في هذه اللحظات حدثنا عن آخر الأوضاع في تعز من حيث الحصار ومن حيث أيضا الدفاع على الأراضي التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها. عملية الميليشيات والمخلوع صالح تحاصر المدينة حصارا كبير جدا، تمنع دخول المواد الغذائية والأدوية، تمنع دخول السيارات إلا بالقدر اليسير وعبر طرق وعرة ومستوية كبيرة جدا. اليوم مستعدة ليلا ونهارا، خلال هذا اليوم الجبهات مستعدة في المدينة بشكل عام وفي جبهة الوازعية وجبهة الضباب بشكل رئيسي وجبهة حمير في مقبلة الجبهات تشتعل، لكن أيضا الميليشيا تكبد يوميا خسائر سواء في الممتلكات في المعدات أو في الأفراد. نعم. أيضا المقاومة تحاول جاهدة أن تردع هذا العدوان بكل ما وسع من قوة، وبشارة الشباب في ميادين القتال واضحة وجلية العيان، وهم من مروا أنوف هذه العصابة المجرمة في التراب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحمود الصغير القيادي بالمقاومة الشعبية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. اسمحي لنا أستاذة أسماء أنت وأستاذ المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير والعودة إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. أهلا بك مرة أخرى معنا أستاذة أسماء. أستاذة أسماء، يعني تحدثت الأستاذة حياة قبل الفاصل عبر الهاتف عن يعني المنظمات الحقوقية، وهذا ما أود أن أطرحه معك الآن. تعيش حصار يعني منذ مدة طويلة ولا سماع لمنظمات لا محلية ولا خارجية، إلا اليسير تماما مما يدخل إلى تعز وبعضها يذهب إلى الحوثيين، كيف تعلقين؟ والله على هذه المنظمات أن تجد حلولا، إن كانت منظمات حقوقية وتدعي أنها يعني تنصف المظلوم فلا بد أن تجد حلا لما يحصل لأبناء تعز، وأن تضع بصمة قوية في تعز بحيث أن تخرج نفسها من الملامة. لكن الحاصل في أرض الواقع أن ليس لها أي يد ولم تجد أي حلول، فهي كالمشاهد الذي ينتظر الحلقة الأخيرة في حصار تعز. نعم. وبالنسبة لتعز الآن تعاني حصارا قويا، يعني من الأشياء الأساسية أو من مقومات الحياة كالماء والغذاء والدواء، ويعني ارتفاع الأسعار الأشياء المعيشية البسيطة ارتفعت أسعارها، أسعار النفط، انعدام الأكسجين في المستشفيات، عدم وجود الماء، أيضا تنجيس الماء من قبل ميليشيا الحوثي، إن وجد الماء ينجسوه بما ينجسوه. نعم. وهذه يعني معاناة قوية يعاني منها أبناء تعز، يعني بالتأكيد. نعم أستاذة أسماء، يعني هذه المعاناة التي يعيشها أبناء تعز، كان للمرأة دور حاضر في النضال سواء عبر الإعلام أو في الساحات أو في الميادين نفسها وأيضا في المنازل، كربت بيوت تعاني كل ما ذكرتي، كيف تقيمين دور المرأة في تعز؟ فعلا المرأة وضعت بصمة، المرأة التعزية اليمنية وضعت بصمة قوية حاليا في الوضع الراهن، يعني قدمت نفسها ووقتها وجهدها، قدمت رجالها، قدمت أبنائها في أن تقاوم هذا العدوان الذي طلع عليها أو حل بها. المرأة اليمنية أو التعزية هي التي يعني عملت، يعني قدمت أشياء كثيرة منها يعني دعمها للرجل. نعم. المقاوم في مواجهة من يريد الاستيلاء على تعز،
وأخذ حقوقها. المرأة اليمنية أغلقت المدارس طبعا في الوقت الراهن، لكن من أول من قدم في المدرسة وفتحها هي المرأة التعزية، وبأي يعني بدون أي مجهود مادي يعني عائد مادي لها. متطوعات يعني متطوعات متطوعات كثيرة في هذا المجال. أيوة، هذه بصمة قوية في أن تزاول نشاطها، يعني حرموا أصلا أبناء تعز من التعليم، وتوقفت أنشطة كثيرة في تعز بسبب ما حل بهم وبسبب الحصار. أيضا شاركت في عدة منظمات ومبادرات وتكتلات أنشأتها في إغاثات لما يحصل محلية في تعز. يعني العجيب يعني أن تعز تعيش وضع قاسي جدا، ولكن نجد أن هناك مبادرات محلية بينهم البين يتكاتفون لإنقاذ من هو أسوأ ضررا. نعم. أيضا يعني ساهمت في إنشاء توصيل كيفية توصيل الغذاء والطعام من طرق وعرة، وهي امرأة، يعني المرأة لا تتحمل، ومع ذلك عملت بصمة قوية صراحة في ما حل في تعز حاليا. نعم. طيب برأيك يعني دور الإعلام لو تحدثنا عنه، والصحافة أيضا، في ما حدث في السابق لأبناء تعز وما يحدث بهم اليوم، ليس فقط أبناء تعز وإنما يعني الشهداء، الجرحى، الثوار حاليا الذين يقامون صلف ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ دور الإعلام تقصدين؟ نعم. دور الإعلام، يعني هناك إعلام يغطي وهناك إعلام يتحدث، يعني لم ينصف هؤلاء الشهداء والجرحى وما يحصل الآن يعني في الواقع اليمني، لكن يظل الإعلام مقصر في حق أبناء تعز، لأن هناك أشياء تغطى وتكتم بحيث أنها لا تفضح أمام الجمهور. نعم. طيب هي طبعا تعز هي عاصمة الثورة كما يقال، وهي تمثل قلب الهوية والحرية، يعني هناك متابعين كثر للأحداث يجدون أن تعز تدفع ثمن ما قدمت من نضال ومن يعني تعطش للحرية، وكانت هي السباقة والتواقة دوما لها. هل تتفقين مع هذا الرأي؟ لا، تعز هي تعتبر الشعلة للثورة اليمنية، وبالذات يعني تعز أبنائها أبناء مثقفين وأبناء علم، وهي مظلومة من الأزل، يعني لم تحظى كأي محافظة من المحافظات الباقية بأشياء تتميز فيها. يعني تعز لذلك، لأنه شعب تعز شعب واعي، نهض بهذه الثورة وعمل هذه الشعلة. نعم. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي فيصل المجيدي من الكويت. مساء الخير أستاذ فيصل. أهلا بك أستاذ فيصل. ربما في كل حلقة أستاذ فيصل نلف وندور ونعود إلى الحصانة التي ربما تسببت بالكثير من المآسي على اليمنيين، محرقة تعز إحداها، وربما لو كان المتسبب بها أخذ عقابه حينها ما تطاول الحوثيين ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من عبث بحياة البشر. ماذا عن العدالة الانتقالية أستاذ فيصل؟ نعم، الحقيقة أن هذه المحرقة والسكوت عنها كانت سبباً لأن تطال هذه الحرائق اليمن بكلها، بالصمت الذي طال الجرائم، وأيضاً السكوت الذي وصل إلى حالة التواطؤ من أجل إضاعة هذه الدماء. بسبب هذه الحصانة تدمرت اليمن بشكل كامل. الآن إطفاء هذه الحرائق تقتضي نوع من العودة للقانون والتطبيق، وبالتالي أعتقد أن المجرمون ذاتهم الذين اشتركوا في مدينة تعز وفي تلك العملية لا يزالون يمارسون هذه الجرائم بشكل علني في ظل صمت للأسف الشديد مخزي من المنظمات المحلية والدولية الفاعلة بهذا الشأن، وبالتالي مسألة تكرار هذه الجرائم والصمت عنها. الآن يراد من تحت الطاولة أن يمرر أيضا وأيضا لا يزال صالح، وربما امتداداته والحوثيون يريدون حتى يعني رفع أسماع هذه القيادات الإجرامية من قرارات مجلس الأمن 21/40/16 التي تعاقب هؤلاء باعتبارهم معرقلون للسلطة، وإن كانوا حقيقة المسألة أكبر من ذلك. نعم.
نعم. طيب أستاذ، يعني هل يمكن أن ترتقي هذه الجريمة إلى جريمة ضد الإنسانية، خاصة أن هناك عنصر التخطيط وأيضا من ناحية الترتيب لها، إطفاء الكهرباء، الأمر كان مدبر كما لاحظه أبناء ساحة الحرية؟ أنا أريد أن أقول شيئا. مثلا القضية بالعدالة الانتقالية، أعتقد أن الأمر ليس بهذه الطريقة. العدالة الانتقالية هي عدة أنواع، ومن ضمنها أن يبدأ بإجراء التحقيق في هذا الشأن، ومن ثم أولياء الضحايا أو ورثتهم بمسألة القبول بتعويضات، هذا شيء آخر. ما نريده حقيقة هو تطبيق العدالة الجنائية، ومن ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن إعادة هيكلة المؤسسات و يعني وبناء المعسكرات وأجهزة الأمن والقضاء، واستبعاد المتهمين بجرائم منها. إذا هناك مساران يجب تطبيق، أولا العدالة الجنائية خصوصا في هذه المرحلة حتى لا يتم تكرار الجرائم. التوصيف القانوني طبعا للجريمة تتوفر فيها كل الأركان المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، من وجود واسع على مجموعة من السكان بسبب آرائهم السياسية، ثم ما تبع ذلك أو ما سبق ذلك من تخطيط محكم للمكان، وكما ذكرت بس إطفاء الكهرباء، وكذلك استخدام القوة من كل مكان لاقتحام الساحة، ومن ثم استخدام الأسلحة الثقيلة في مواجهة مدنيين سلميين. كل ذلك بكل تأكيد وفقا لهذا التوصيف يصل مثل هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية. الموضوع يحتاج يعني بإمكانيات أعلى من إمكانيات القضاء اليمني، خصوصا الآن بعد للأسف الشديد أن وصل إلى مرحلة السيطرة. هؤلاء يتحدثون ويتفلسفون برغبتهم بسلطة شراكة، ثم يقومون بالاعتداء على القضاء وتغييرات في رأس هرم السلطة القضائية، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحتى أستاذ فيصل. أستاذ فيصل فقدنا الاتصال، سنحاول معودة الاتصال بك أستاذ فيصل، لأن موضوع العدالة الانتقالية مهم توضيحه للناس. عودة إليك أستاذة حياة، كنت تتحدثين عن عن دور الإعلام في هذا المجال، وهناك أدوار أخرى يعني من كثر التضييق الذي تعيشه تعز وأبناء تعز، خاصة يعني لو تحدثنا عن محرقة، يعني منذ 5 سنوات لم يعيش أبناء تعز حالة هدوء أو سكينة، تلاها طبعا تلك القلاقل والضرب الرصاص هنا وهناك وهجوم مسلحين، إلى أن انتهى الحال بها إلى هذا الحصار الذي تعيشه. يعني ما الذي تودين قوله في هذه النقطة؟ أود أقول يعني تذكرت عندما عملوا مقابلة مع عبد الله قيران، كان مع المسؤول الأمن في تلك الأيام، عندما سئل عن المحرقة يعني أعطى أعذارا واهية، وقال بسبب يعني وجود أسلحة ووجود أشياء قابلة للاشتعال، وأن الشموع كانت يعني مشتعلة والخيام من البلاستيك فكانت قابلة للاشتعال، فاشتعلت الساحة وانتهى الموضوع. الشيء الثاني أنه يعني تحدث عن أبناء تعز، قال أبناء تعز أبناء نعتز بهم ونفخر بهم، وتحدث عن رجال الأمن الذين استشهدوا كما قال، وقال أن عددهم 21. فالغريب في الموضوع أنه تحدث عن 21 نفس ولم يتحدث عن المئات التي راحت أرواحهم في تلك المحرقة. يقول أننا نعتز بأبناء تعز، ولكن ماذا عمل لأبناء تعز؟ ما هو الدور الذي قام به أثناء بعد المحرقة؟ هل طالب بالتحقيق أو المحاكمة أو يعني لم يفعل شيء، فكان من ضمن المشاهدين الذين يشاهدون الحلقة الأخيرة لأبناء تعز. نعم، يعني وإذا تحدثنا عن يعني كما هو علق، لماذا هجمت المستشفيات الميدانية ومستشفى الصفوة بهذا الشكل؟ يعني كما تحدثتي نزع يعني على مستوى المغذيات والأجهزة، حتى الفندق الذي كان في الفندق أيضا سلب ونهب، ويعني ولم يبقى فيه من كان فيه، من كان يسكن في الفندق، ماذا توجهوا له؟ لأن الفندق كان قريبا في الساحة، في نفس الساحة يعني. نعم. فدخل من ضمن المعتصمين، يعني سلب وحصل ما حصل له، ومع ذلك يعني لم يتحدث عن أي شيء
وقال أننا نعتز بأبناء تعز. نعم، ألا تلاحظين أن يعني ربما السيناريو يتكرر حتى اللحظة؟ الجميع يفخر بأبناء تعز، الجميع يقول بأن تعز هي عاصمة الثورة، الجميع يتغنى بها، ولكن حقيقة لا يقدم شيء واقعي وملموس لا لها ولا لأبنائها، لماذا؟ نعم، كما قلت لك هم يغتاظون من العلم والشخص المثقف، وهذا ما يجد فيه أبناء تعز. أيضا أن أبناء تعز عندهم قدرة على قول الحق ويقولون للظالم لا، وهم من أول من قال ارحل. فطبيعي أن كما يقال ذلك في السابق. كيف تقيمين الآن دور الحكومة وذلك في السابق يعني أيام علي عبد الله صالح، لنقول أنه كان يحقد عليها، لماذا يعني هناك من يقال بأن تعز خذلت حتى على مستوى التحالف والحكومة، هل تتفقين مع هذا الرأي؟ نعم، هي خذلت فعلا، والدليل ما هو في الواقع الآن، لم أحد ينجدها مما هي فيه، فهذا يعني فعلا واقع مرير يعني تتجرعه تعز وأبنائها. نعم، يعني هناك أيضا من يتساءل لماذا لم تقدم الحكومة على الأقل الدعم الإغاثي لأبناء تعز ومعالجة الجرحى، على العكس يعني فوجئوا بترحيل أبناء تعز والجرحى أيضا من عدن، هل يعني تتفقين مع هذا الطرح؟ نعم أتفق، لأن هناك تواطؤ أيضا من الحكومة، لم يوجد أي حل كما قلت لك. كيف تواطؤ؟ لم توجد أي حل، هي حكومة، هي دولة، يعني لها القدرة ولها السيطرة ولها الهيبة ولها القدرة بأن توجد حل بسيط. يعني مثلا طلبت المعاونة من التحالف، أين الإمداد بالأدوية، أين الإمداد بالإغاثات، أين الإمداد كل هذا لم يصل إلى أبناء تعز. نعم. وإن وصل الشيء اليسير، يعني هي تبرر بأنها في الخارج لا تستطيع يعني العمل في الداخل، وهي أيضا كانت في الخارج من قبل عندما استدعتهم وعملت شيء، لماذا لم تعمل شيء وهي أيضا الآن في الخارج تستطيع أن تفعل كل شيء؟ نعم، رسالتك إذن الذي توجهيها لأبناء تعز وللحكومة لنقول ولجميع من يعنى بالأمر؟ طبعا قبل رسالتي فقد قرأت مقالة يعني نعم. جميلة لحسام الخرباش، يقول لن ينهك أبناء تعز من الصوم في رمضان، فقد صاموا الكثير جوعا، وصوت المدافع لم يكن يعني تناول الطعام بل مزيدا من الجوع والألم في تعز، صام الآلاف صوم بدون توقيت في تعز، شح الطعام وبحت الحناجر وعجز عن وصف ما يحدث بها الكلام، تعز بين غضب النيران ولعنة المدافع والألغام، أبناء الحالمة بدون ذنب حكم عليهم بالإعدام، تعيش الكوابيس ولكن حتما يوما ستتحقق الأحلام. ثم هذه من أقوى الرسائل التي يمكن توجيهها. نعم. لمن يهمه الأمر. الأمر. نعم. لأن أحلامهم نعم فعلا ستتحقق، وهم سيستمرون في المطالبة ولن يضيع حق وراءهم مطالب. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا أسماء العمراني الكاتبة والناشطة الحقوقية، كنت معنا في المسالة مني لهذا اليوم. شكرا. الشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، المآسي تتكرر والذكريات السيئة أيضا لابد أن نحييها لحفظ الذاكرة ولحفظها أيضا في ذهنية الشعب اليمني، حتى يستطيع أن يحاكم من تسبب في يعني جر كل هذه الويلات له. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.